أهلا بك عزيزي المشاهد، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج شخصيات كتابية. في بداية هذه الحلقة أحب أن أقرأ لك من سفر أشعياء أصحاح 41. أقرأ أولا آية رقم 2، الرب بيقول: من أنهض من المشرق الذي يلاقيه النصر عند رجليه، دفع أمامه أمما وعلى ملوك سلطه. من أنهض من المشرق الذي يلاقيه النصر عند رجليه. الآية دي بتقول إن الرب لما يكون هو اللي ورا حركتنا، هو اللي بينهضنا، يبقى لازم نبقى متأكدين انه ينهضنا لكي ننتصر. هنا من انهض من المشرق الذي يلاقيه النصر عند رجليه، يعني في كل خطوة بيخطوها بيشوف انتصار، ما بيشوفش هزيمة. باسم الرب يسوع الرب ينهضنا في كل المجالات، في مجال العمل الرب ينهضنا، في مجال العبادة الروحية الرب ينهضنا، في مجال الخدمة الرب ينهضنا، في مجال حل المشاكل وفي مشاكل أسرية الرب هو اللي ينهضنا. ولما الرب بينهضنا نبقى متأكدين ان احنا مش هننهزم، مش هنفشل، احنا هننتصر، احنا هننجح باسم الرب يسوع. دائما الرب هو الذي يحركنا باسم الرب يسوع، دائما الرب هو الذي ينهضنا. هنا الرب بيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن ملك مشهور قوي اسمه كورش. بنقرا عن كورش في سفر اشعياء. كورش ده ملك امبراطورية او الامبراطور بتاع مملكة مادي وفارس. الرب انهضه، يبقى الرب حركه، يبقى الرب دفعه علشان يحارب. ولان الرب هو اللي بيحركه النتيجة دائما بينتصر. الذي يلاقيه النصر عند رجليه، رغم ان بالحسابات المنطقية في معارك كان الهزيمة أقرب من الانتصار، يعني عدده أقل، الجيش بتاعه مش متمرس زي الجيش العدو، لا، في كل المعارك انتصر. ليه؟ لأن لما الرب يبقى معايا كان الرب معنا فمن علينا. مش مهم بقى هم عندهم إمكانيات أكتر مني، مش مهم هم بيحاربوني في الشغل وهم مسنودين، مش مهم، كان الله معي مين يقدر عليا؟ لا، هيلاقيني النصر دائما، الذي يلاقيه النصر عند رجلي. تسأل ليه الرب أيد كورش بالنصر؟ ليه الرب حرك كورش وليه الرب أيد كورش بالنصر؟ الإجابة لما تقرأ الأماكن الأخرى اللي فيها حديث عن هذا الإمبراطور تعرف إن الرب استخدم هذا الامبراطور في تحرير، في تحرير الشعب، شعب الرب من قيود البابليين. شعب الرب كان مأسور في مدينة بابل، البابليين متحكمين فيه. كورش الرب استخدمه عشان ينهي زمن الامبراطورية البابلية، ومع انتصاره على البابليين فتح أبواب مدينة أورشليم للشعب، شعب الرب، عشان يرجع إلى أورشليم. يبقى الرب أيد كورش من أجل شعبه. عزيزي المشاهد، أنت كمان قول له: يا رب أشكرك لأنك بتأيد الناس اللي ليهم دور في نجاحي، علشان يساعدوني، علشان ما يعطلونيش. الرب ممكن عشانك ينجح واحد، لان في نجاح الشخص ده نجاح او فايدة عظيمة ليك.
الرب نجح كورش مش من أجل كورش في ذاته ولكن من أجل شعبه. ولو أنت عزيزي المشاهد محتاج شخصية في سلطة عالية في علشان أمورك تمشي، تقول ما فيش مؤمنين في السلطة دي، ما فيش مؤمنين وسط الأسرة، ما فيش مؤمنين مش عارف فين، أقول لك ما كورش ما كانش مؤمن، لكن الرب أيده، الرب حركه، والرب يقول كده الذي يلاقي جعله يلاقي النصر دائما عند رجليه، علشان كورش هيحارب البابليين مش الشعب، شعب الرب مش هيحارب البابليين، شعب الرب هيلاقي أبواب بابل اتفتحت وهو بدون ما يتعب. اللي عمل المعارك كلها كورش. عزيزي المشاهد، الرب ممكن يخلي واحد تاني يعمل كل المجهود وانت تاخد على الجهاز. احيانا الرب بيعمل كده، يؤيد شخص مش مهم بقى، ممكن يبقى ملحد اي حاجة، يؤيده في موضوع معين علشان الباب يتفتح لك انت. هنا يقول الكتاب ان الرب اعطى كورش من انهض من المشرق الذي يلاقيه النصر عند رجلي. عزيزي المشاهد، تعال معي الآن إلى سفر العدد أصحاح 26، بنتأمل في التعداد اللي عمله موسى بأمر من الرب قبل ما الشعب يعبر نهر الأردن ويدخل أرض كنعان. وقلنا عزيزي المشاهد ان الهدف هذا التعداد او هذا الاحصاء ان يعرفوا كل سبط عدده كام بالضبط. الهدف ايه؟ قلنا ان الهدف في تعداد حصل قبل كده اشرنا اليه، حصل لما كان شعب الرب في برية سيناء، لما كان عند جبل موسى، حاليا اسمه كان زمان اسمه جبل سيناء، لما شعب الرب كان برضو موسى عمل بأمر من الرب تعداد للشعب وعرفوا كل سبط الشعب 12 سبط على دكان شعب 12 سبط إلى جانب اللاويين، يعني عرفوا كل سبط على دكان من 12 واللاويين عادتهم كام. ده عمل موسى امتى؟ من 38 سنة لما كانوا في برية سيناء جنب جبل حوريب اللي هو حاليا جبل موسى او اسمه جبل سيناء. هنا موسى بيعمل هذا التعداد. التعداد الاولاني اتعمل اساسا عشان الحرب، عشان لما شعب الرب يحارب يبقى عارف كل واحد عارف مكانه في المعركة. هنا زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت ان الهدف مش المعركة، في الهدف ده الهدف مش ده الهدف الرئيسي، إنما الهدف الرئيسي تقسيم أرض كنعان، إن شعب الرب لما هيعبر نهر الأردن ويدخل أرض كنعان، أرض كنعان هتتقسم عليه، فالتقسيم هيبقى بحسب العدد. يعني إيه؟ يعني السبط اللي عدده ضخم زي سبط يهوذا ياخد أرض أكبر، السبط اللي عدده قليل زي سبط شمعون مثلا ياخد أرض صغيرة. وأما المكان بقى فوق تحت على الساحل جنب نهر الأردن، المكان بتحدده القرعة، يعني حاجتين وتأملنا في ده قبل كده. طيب تقول لي إذا كان هدف التعداد هو أرض كنعان، امتلاك أرض كنعان، سؤال، طب ليه الرب ما عملش التعداد ده لما دخلوا أرض كنعان؟ يعني ليه ما أجلش التعداد ده لما يدخلوا أرض كنعان وينتصروا على الأعداء وبعدين هيبتدي يقسموا الأرض، يبتدي الرب يعمل التعداد؟ ليه يعمله قبل الحرب؟ ليه ما عملهوش بعد نهاية الحروب وامتلاك الشعب الأرض كنعان؟ عزيزي المشاهد، ده شيء مهم جدا، إن أنت عشان تحارب لازم يبقى عندك إيمان إنك هتمتلك. يعني هنا ليه التعداد قبل الحرب مع انه التعداد يخص امتلاك الارض وتوزيع الميراث؟ يعني ليه ما استناش الرب لما ياخدوا الارض وبعدين يعمل التعداد فيتقسم في ضوء هذا التعداد؟ ليه عمله في الاول؟ مهم جدا،
مهم جدا كل واحد من شعب الرب دخل في التعداد بيدخل وهو عارف ان ده عشان يمتلك الارض، عشان لازم يبقى واثق انه هيمتلك الارض، بدليل ان احنا بنعمل التعداد قبل ما يحارب لكي يمتلك الارض. ببساطه شديده انت مثلا عارف ان بركه الرب ليك هي انك تعيش حياه عائليه سعيده في ضوء ايات في الكتاب. انت عارف ان قصد الرب انك تعيش حياه عائليه سعيده، بس في بقى مشاكل لازم تواجه المشاكل دي وانت واثق، انت واثق ان الحياه العائليه السعيده ده ميراث ليك من الرب او امتياز ليك من الرب. يعني هما التعداد ده عشان يقولوا لكل واحد بتعد انت ليه جزء في الارض، فلما يحارب بيحارب وهو عنده يقين ان ليه جزء في الارض. ما ينفعش تحارب بدون ايمان. وتقول يعني ايه احارب؟ ببساطه تصلي. يعني مثلا انت بتعاني من فقر، احتياجاتك مش مسددة، فقر مالي، احتياجات ضرورية غير مسددة، بينما الكتاب بيقول عكس كده، الرب راعية فلا يعوزني الشيء. لازم تبقى واثق، لازم تبقى واثق ان الميراث ده ليك، لازم تبقى واثق ان الامتياز ده ليك قبل ما تحارب عشان الفلوس تجيلك وعشان تطلع من الفقر. لازم تبقى واثق ان ده ليك. ايه اللي ليك؟ تسديد الاحتياجات الضرورية في ضوء آيات في الكتاب. فهنا التعداد حدث قبل ما يحاربوا عشان يحاربوا بإيمان، ايه؟ انه ان الارض ليهم وان كنعان ليهم وان الميراث ده ليهم. فهنا التعداد اتعمل قبل الحرب علشان يبقى عندهم إيمان. الرب مش هيستنى لما يحاربوا بعدين يعمل لهم التعداد، لا. طب ما هو كل واحد هو بيحارب بيقول لك طيب يمكن ما امتلكش، يمكن انهزم، يمكن ما ادخلش، يمكن نموت في الحرب كده. باسم الرب يسوع دايما نحارب، ونحارب قلنا في المعنى البسيط نصلي، اصلي وانا واثق ان هاخد، لان ده من امتيازاتي. بصلي وانا واثق ان هتحرر من الخوف، لان ده من امتيازاتي كمؤمن او من ميراثي او من كنعان بتاعتي، ان انا يبقى جوايا سلام. فاصلي من اجل ان اطلع من الخوف، وانا واثق ان هطلع من الخوف. بشتغل واثق ان هنجح في شغلي، وبحارب وانا بشتغل وبكافح وبصلي، بس عندي ايمان. عندي ايمان بايه؟ من ده من الميراث اللي ليا، ده من كنعان بتاعتي، النجاح زي ما قال الكتاب اللي بيلك في كلمة الله هيبقى ناجح، كل ما يصنعه ينجح فيه. عزيزي المشاهد، إذن التعداد ليه هدفنا ايه؟ ان كل واحد يبقى عنده يقين ان ليه نصيب في ارض كنعان. وانت عزيزي المشاهد لازم يبقى عندك يقين ان ليك ارض كنعان. بمعناها بقى ان ليك السلام، وان ليك الفرح، وان ليك السعادة العائلية، وان ليك انك انت تبقى مثمر لحساب ملكوت الرب. تبقى عارف امتيازاتك. يعني الشعب هو بيتعد، عارف انه بيتعد ليه؟ عشان هيملك ارض كنعان. طب ارض كنعان مش في ايدي دلوقتي. زي ما انت تبقى عارف ان الرب عايز يشفيك، بس انت دلوقتي مش واخد الشفاء، تعمل ايه؟ تحارب وانت مش ضامن هتشفى ولا مش هتشفى؟ ما ينفعش. لازم تبقى متاكد اولا ان الرب عايز يشفيك، بعدين تصلي بقى وتحارب من اجل الشفاء. تحارب بقى بانك تصلي، تحارب بانك انت تشوف الرب بيقودك ازاي في العلاج. انما تعمل ده وانت شايف قبل الحرب، وانت شايف ان الشفاء ليك. او مثلا ضاعت منك حاجات وبتبحث عنها، لازم او انت بتصلي عشان الحاجات دي ترجع وتبذل مجهود، تبقى شايف ان الحاجات هترجع. لازم نبقى شايفين النهاية قبل الصلاة وقبل الحرب الروحية. عزيزي المشاهد، قلنا ان الاصحاح اللي بيتكلم عن التعداد ده اصحاح ضخم،
بيتكون من 65 آية، 65 عدد، هو عدد سفر العدد صح 26، يتكون من 65 عدد أو 65 آية. وقلنا إن رغم إنه أصحاح طويل يمكن ناس كتير ما تحسش إن ليه فايدة، لا ده ليه فوائد عظيمة، وتأملنا في بعض منها في الحلقة الماضية. في التعداد قلنا إن مهم جدا إن نقارن بين التعداد بتاع الأسباط في عدد 26 والتعداد اللي تم من 38 سنة. ده تم فين؟ قبل ما يعدوا نهر الأردن، في الحتة بيسموها عربات مؤاب. الأولاني بقى من 38 سنة كان جنب جبل سيناء في برية سيناء. في لازم نقارن بين العدد هنا والعدد هنا، ونقارنه ككل، كل الشعب كتر صغر وعيلة عيلة أو صبت صبت. ولما نقرأ الـ 12 صبت ألاقي في انخفاض في العدد في 5 أسباط، وفي ارتفاع في العدد في 7 أسباط، يعني 7 كتروا و5 نقصوا. التعداد ككل زادوا حاجة بسيطة، يعني كانوا في من 38 سنة 603,550، نقصوا بقى حوالي 2000، بقوا 601,730. يعني كان 603,550 بقي 601,730، يعني نقصوا 2000 في 38 سنة. تأملنا في السبط الأول رأوبين، وقلنا أن سبط رأوبين نقص، يعني كان 46,500 قل بقي 43,730 شخص، يعني قلوا. يقول لك كده كان المعدودين منهم هنا في عدد 26 43,730، 43,730 قل. وقلنا ان الكتاب بيشرح ليه قال له هنا في الجزء ده، قال له بسبب ان السبط ده عنده كبرياء ونزعة للتمرد، بتمردوا على القادة اللي هم موسى وهارون. فلما يبقى عندك كبرياء كده وبتتمرد على السلطة اللي من الرب في حياتك، في سلطة الرب، يعني مثلا احنا بنخدم في كنيسة في توزيع للأدوار، في واحد ماسك دور وتحتي ناس، لازم أقبل في الخدمة بتاعتي دي، لازم أقبل القيادة. لما أتمرد على قيادة من الرب اللي بيحصل إيه؟ البركة تقل. ده اللي حدث لسبط رأوبين. والسبط اللي بعديه بقى اسمه إيه؟ بنو شمعون. بنو شمعون برضو من الأسباط اللي قلت، بس ده بقى قل بطريقة رهيبة، يعني كان 59,300 ب22,200، يعني قل بنسبة 63%. يعني ده انحدار، يعني لما نشوف رأوبين قل كام؟ لا، رأوبين قل حاجة بتاع 3,000 وقال لك ده، شوف ده قل من قل قد ايه. صبت اللي بعديه شمعون من 59,000 و300 ل22,200 قل، يعني البركة نقصت. باسم الرب يسوع لا يحدث هذا معنا، يعني البركات في حياتنا تزيد، ولا سيما البركات الروحية. يعني أنا أبا بقرأ في الكتاب أحسن من الأول، لازم أنمو، وفي آية بتقول أنمو في النعمة وفي معرفة ربنا يسوع المسيح، يعني لازم يبقى في نمو. وبولس قال للمؤمنين في تسالونيكي لازم محبتكم لبعض، كان بيشكر الرب انها بتزداد، والايمان كمان بيزيد، يعني لازم يبقى في نمو في الايمان. اؤمن بقى بحاجات، لو كنت اؤمن مثلا لو عندي مرض بسيط اشفى منه الوقت ايا كان المرض، عند الايمان بتاعي كبر،
الاول كانت يبقى ايماني لما تبقى مشكله صغيره في البيت تتحل. الوقت ايا كانت المشاكل يبقى عندي ايمان ان المشكله بتتحل. يعني ايماني لازم بيكبر، ومحبتي للناس، احتمالي للناس، مسامحتي للناس بتكبر. يعني بسامح بسرعه، عطائي بيزيد، لازم ما في نمو. لا، صرت شمعون بيتكلم مش عن النمو، ده بيتكلم عن ان واحد بدل ما ينمو بيتراجع، بيرجع. يعني شمعون بيتكلم عن زي ما قال الكتاب، ناس بدأت بالروح واكملت بالجسد، يعني بدأوا اقوياء وانتهوا ضعفاء. وفي ناس كده في الكتاب، يعني مثلا سليمان بدأ عظيم جدا، وراجل مشي تبع مشيئة الرب في بداية حياته. الأمور الأولى لي كانت رائعة، أما الأمور الأخيرة فكانت سيئة. يعني في ناس زي شمعون، زي صبط ده اللي نزل من 59,300 ل 22,200. ليه نزل بقى صبط شمعون؟ اشمعنى؟ في أسباب. ليه كنيسة كانت قوية وكانت كل سنة ناس كتير فيها بتتولد الولادة التانية، وناس بتطلع خدمة تتكرس للخدمة، وعائلات بتتغير، وبعدين كانت في عصر من سنين، والوقت لا، الوقت جامدة واجتماعاتها باردة. ليه؟ في أسباب. وهل دي مشيئة الرب؟ لا، ده بدليل ان الرب بيعاتب. يعني لما تقرا في سفر الرؤيا يقول له كده، عند عليك انك تركت محبتك الاولى. يعني انت كنت ملتهب في الحب، الكنيسه دي كانت ملتهبه في حبها للرب، وبعدين المحبه ضعفت، وبالتالي الاعمال ضعفت، اعمال المحبه قلت، بقت كنيسه روتينيه. بعد ما كانت كنيسه ماشيه بقياده الروح، بقت مش كنيسه روتينيه بتعمل نفس اللي بتعمله، ما عندهاش قيادة من الرب. عائلة شمعون عائلة تحذيرية. يعني القصة اللي حصلت مع صبط شمعون دي قصة بتحذرنا وتنبهنا. عزيزي المشاهد، ننهي مع بعض هذه الحلقة بان احنا نصلي ونقول يا رب، اي حاجة في حياتنا بتخلينا ما بنكبرش معاك، اي حاجة في حياتنا بتخليناش نكبر في الايمان وفي الحب وفي خدمتك، اي حاجة شلها وخلصنا منها، عشان احنا يا رب عايزين دايما كل يوم نكبر معاك. واكمل معاك في الحلقة القادمة. الى اللقاء، الرب معك. إلى كل أحبائنا المشاهدين، نقدم لكم كتاب الأسد في الخارج، هدية مجانية من خدمة أنهار الحياة عند تلقي مراسلاتكم. هيا اكتبوا لنا اليوم دون تأجيل، وشاركونا بتعاملات الرب معكم من خلال البرنامج، أو بأي استفسارات أو طلبات خاصة نصلي معكم من أجلها. راسلونا على البريد الإلكتروني mail@pastordaniel.org، أو العنوان البريدي أنهار الحياة، صندوق بريد 3030، الحرية، هليوبوليس، القاهرة، جمهورية مصر العربية، أو Rivers of Life، PO Box 433، Greenford، UB5 9BJ، UK، أو ارسلوا لنا بريدا صوتيا أو رسالة SMS على 012-577-88. وأخيرا ندعوكم لمتابعة ما يقدمه موقع خدمة أنهار الحياة الجديد باستمرار على www.pastordaniel.org. الرب معكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج شخصيات كتابية.